السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب العقيد شاب وبيع النابة، حيث أن فيه ديليغاسيون تاع الكاف، وفد من الكاف تاع الممثلين تاعو اللي معينة ملعب العقيد شابو، اللي راح يكون ملعب تاع تدريبات عن ستاد ريبليك أثناء البطولة الإفريقية للمحليين. والحقيقة الملعب هذا قديم، يعود إلى الفترة الاستعمارية، عنده قريب قرن من الزمن. لازم طال الزمن أم قصر لازم الملعب هذا يتهدم ويتعاود يتبنى ملعب جديد في مكانه. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.